طيب محمود التميمي مدير التطوير بوكالة الأنباء العربية ANA. محمود مساء الخير. مساء النور استاذ لمين، اهلا بيك وبحييكي على يعني جهدك الواضح في تسعى هذه المبادره. شكرا. اتفضل يا محمود، عندك ايه؟ احنا بالنسبه لنا في وكاله الاخبار العربيه ANA بمجرد ما يعني تم تناقل خبر مبادره الرئيس في التبرع بنصف اجره، في دعوات خرجت من العاملين بضروره دفع هذه المبادره الى الامام بمبادره اخرى من العاملين انفسهم. هذا الامر في نفس الوقت اللي اجتمع فيه مجلس اداره وكاله الاخبار العربيه وقرر التبرع بنصف اجور العاملين للحساب اللي احنا اتكلمنا عنه، ولكن دون ترتيب على العاملين، يعني دون خصم هذا الجزء من بس العاملين. المفاجاه انه عدد كبير من العاملين طلب انه يعني يتبرع بالفعل بنصف اجره او بنسبه يراها هو مناسبه، وبالفعل يعني التوجيه صدر بانه يتم توجيه كتاب من العامل لاداره الموارد البشريه بنسبه التبرع اللي هو عايزه. نعم، يعني ANA ايضا كان شهريا. طيب يعني عايزين بس عشان نفهم، شهريا او لفتره، يعني ANA هتتبرع بنصف برضه مرتبات بما قيمته نصف مرتبات العاملين هي هتتحملها، وايضا الموظفين في ANA هم كمان لو عايزين بيتبرعوا باي نسبه بيكتبوها للاداره، مظبوط؟ هو بالفعل في مجموعه بادرت بده بانها قدمت طلب ان يتم خصم نسبه معلومه من اجرها لصالح هذه المبادره. نعم. في روح يعني عامه بيتكلم عليها الناس عن ضروره دفع الاقتصاد المصري عبر هذه المبادرات، مش بس احنا بنطالب بالعمل، والرئيس في اول يعني خطاباته تحدث عن مطالبه الناس بالعمل وانه هو شخصيا سيعمل كل جهده، ولكن هناك ايضا روح لابد ان تسري بين الناس. صح. روح المشاريع القديمة كنا بنعملها، التكاتف والعمل. نعم، بشكرك محمود التميمي مدير التطوير في الوكالة العربية ANA.